كلمة للسيدة النائبة المحترمة السيدة ربيعة بوجة، ومن بعد النائبة السيدة سلوى البردي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في الجزء الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 بخصوص محور العدل والداخلية والاجتماعية. أبدأ بمحور العدل. إننا ننوه في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالمجهود الجبار الذي قامت به الحكومة السابقة في قطاع العدل، ونلتمس من وزير العدل السعي إلى مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة من خلال دعم استقلالية السلطة القضائية، من خلال تفعيل القضاء ونزاعته، وذلك بتبسيط المساطر والإجراءات وتوحيدها وتسريع البت في القضايا وتسهيل الولوج للمحاكم وتسريع وتيرة الأحكام القضائية بما فيها الأحكام ضد الإدارة وأشخاص القانون العام، ومراجعة الإطار القانوني للمهن القضائية والقانونية مع تحيين الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية، والذي مرت قرابة 10 سنوات عليه ولكن أقبر، وهذا يحيلنا للحديث عن التقارير الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات. فما الجدوى من هذه التقارير إذا لم تفعل؟ هذا من السؤال مطروح. لابد من تحديث الإدارة القضائية ومواكبة ورش الرقمنة وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتسريع بمراجعة المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، ونستغرب مبادرة الحكومة الحالية في أول تدبير تشريعي لها سحب القانون الجنائي من لجنة العدل وحقوق الإنسان، وهذا كيطرح واحد السؤال طويل عريض. سجون السيد الوزير، رغم كل الجهود المبذولة في هذا الشأن، لابد من الإشارة إلى أن هناك وضعية مزرية للموظفين، الموظفين ديال السجون كيزاولون في مهامهم بين الإداري والأمني، وكيعيشوا ظروف اللي هي مزرية، نتمنى أن تكون هناك التفاتة إلى أجورهم. نطرح السؤال السيد الوزير، لماذا هناك تراجع وانخفاض في الزيارات القضائية للمؤسسات ديال السجون؟ وحنا كنعرفوا هذه الزيارات القضائية والفلسفة التي جاءت من أجلها. هناك الاعتقال الاحتياطي السيد الوزير، نقول لكم أنه أصبح سبة في حق المغرب، وهو يزهد جميع الجهود المبذولة داخل السجون. المجهودات التي تقوم بها المندوبية ديال السجون من الإطعام والإيواء والتجويد ديال هذه الخدمات وكذلك يعني البرامج ديال التأطير وديال الإدماج، نقول لكم بأنه هذا الاعتقال الاحتياطي هو عرقلة لكل هذه المجهود، ويحيلنا إلى ضرورة مراجعة السياسة العقابية وإلى ضرورة اعتماد العقوبات البديلة. السيد الوزير، لابد من حل مشكلة تصنيف ديال السجناء، راه كنلقاو صنف أليف حاطينو مع صنف باء، وحنا كنعرفو الترتبات ديال هاد الشيء. مشكل الزنزانة الانفرادية، مشكل ترحيل السجناء، مشكل حالة العود بعد العفو. فيما يخص العلاقات مع البرلمان، السيد الوزير، الحكومة ديالكم كنسجلوا عليها مجموعة من الخروقات. الآن وحنا في هاد القاعة هذه وكنشوفوا الحرص على التنظيم والاحترام ديال النظام الداخلي ديال المجلس، في حين أنه لا يعقل أن النواب ديال الأمة يمشيوا للجان ويجيوا الوزراء وفي نفس اليوم يكونوا العروض وتكون المناقشة وحتى الوثائق ما متوصلينش بها كاملة. فهذه أسجلها أسطر كذلك. لا بد من أن ننتبه، ما يمكنش مؤسسة من المؤسسات يعني القطاعية تجي ما جاش حتى الرئيس ديالها ثم لا يحضروا الوزير الممثل ديال الحكومة، ما يمكنش باش نقبلوا بهذا الشيء هذا. فنتمنى أنها تكون أخطاء عابرة لا تتكرر في المستقبل. فيما يخص حقوق الإنسان، السيد الوزير، نتساءل عن حصيلة تنزيل الخطة الوطنية.